أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. تعثر في جلسة مشاورة صباحية في الكويت، ووفد الميليشيا يرفض تشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين. خروقات مستمرة للميليشيا في تعز ومأرب، وتجدد الاشتباكات في لحج. قتلى وجرحى من الميليشيا في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في الضالع. مشاهدينا الكرام، نستهل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات سلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. انتهت الجلسة الصباحية من المشاورات المنعقدة في دولة الكويت دون التوصل لأي اتفاق بسبب رفض ميليشيا الحوثي وصالح رؤية الأمم المتحدة للحل المستخلصة من رؤية الطرفين. وقالت مصادر سياسية أنه تم خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا الرئيسية وفق النقاط الخمسة التي تضمنها القرار الأممي 2216 ابتداء بالإطار العام للمشاورات، والمتضمن تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة مؤسسات الدولة. وأضافت المصادر أن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع رفض مقترحا من الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين من أجل تعزيز إجراءات بناء الثقة، فيما أقر الطرفان بالمرجعيات الثلاث الرئيسية للمشاورات المتمثلة بالقرار الأممي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخارجية. اليمن الشقيق الجزء الأكبر من تكاليفها. هذا وكانت الأطراف اليمنية قد استأنفت في وقت سابق جلسات المشاورات المباشرة في الكويت بعد تعثر دام ثلاثة أيام بسبب تعليق الوفد الحكومي مشاركته على خلفية اقتحام ميليشيا الحوثي معسكر العمالقة. عادت مشاورات الكويت إلى مسارها مجددا فيما تزداد الحرب ضراوة في عدد من الجبهات. عادة المفاوضات، والجديد هذه المرة هو ما أعلنه المبعوث الأممي عن فصل المسار السياسي والمفاوضات عما يدور في الميدان. هذا الفصل الغريب والذي يبدو كإشارة للميليشيا بمواصلة حربها بعيدا عن الملهات التي يديرها ولد الشيخ في الكويت، هو ما كان جار أساسا وهو ما كان سببا في تعليق الحكومة لمشاركتها في الأيام الثلاثة الماضية. الفريق الحكومي الذي كان قد أعلن أنه لن يعود إلى المشاورات إلا بضمانات لوقف إطلاق النار في تعز وفك حصار بيحان وتعز ووقف التحشيد في جبهات القتال، عاد إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان المبعوث الأممي تشكيل لجنة لمتابعة ملف سيطرة الميليشيا على معسكر العمالقة فقط، فيما بقيت بقية المسائل على حالها. الفصل الذي اقترحه المبعوث الأممي بين المسارين العسكري والسياسي يعني استمرار الحرب من قبل الميليشيا واستمرار المفاوضات في حلقة مفرغة من التعطيل والمماطلة، وهو ما تطبقه الميليشيا حاليا على الأرض كما هو على طاولة المفاوضات أيضا. ولد الشيخ الذي يبدو كضابط إيقاع لتحركات الميليشيا لا شيء يهمه سوى الظهور نهاية كل يوم للإعراب عن تفاؤله المبهم، فيما الحرب تلتهم تعز وتمنع تحقيق السلام المنتظر في الكويت. تعز التي بقيت على الدوام خارج كل الحسابات السياسية والعسكرية تواجه حرب الميليشيا التي شملت كل الجبهات خلال اليومين الماضيين. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تحاول استعادة السيطرة على مضيق باب المندب بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة مستغلة الهدنة التي أعلن عنها برعاية أممية. الجبهة الغربية وتحديدا في محيط مقر اللواء 35 مدرع تشهد مواجهات عنيفة بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء السكنية، كما تدور مواجهات عنيفة في منطقة الضباب وغيرها من المناطق. وكل ذلك ليس سوى تصديقا لما يريده المبعوث الأممي وفصله المريب بين ما يجري على الأرض وما يريده اليمنيون من مشاورات الكويت.
إلى ذلك قالت مصادر سياسية إن الرؤية التي قدمها وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى مشاورات الكويت تقوم على أساس التوصل إلى اتفاق سياسي شامل تكون المعالجات الأمنية والعسكرية جزءا منه. وأكدت المصادر أن الرؤية المقدمة أرجأت تنفيذ البنود الخاصة بتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن والمحافظات وغيرها من الإجراءات المماثلة التي تنهي الانقلاب من الناحية العملية إلى ما بعد تشكيل السلطة التنفيذية. ولفتت المصادر إلى أن الرؤية تحدثت عن تشكيل مجلس رئاسي بينما لم تشر إلى وضع مجلس النواب القائم. وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الفريق الحكومي لمشاورات الكويت طالب بتشكيل لجنة عسكرية محايدة بإشراف دولي تقوم بالتحقيق في عملية اقتحام معسكري لواء العمالقة في عمران. وأضاف المخلافي في تصريحات صحفية أن الفريق تلقى وعودا من قبل المجتمع الدولي بأن يتم تشكيل تلك اللجنة، وطالب بضرورة إيجاد ضمانات تؤكد انسحاب الميليشيا من اللواء. كانت تنص على أن أسس هذه المشاورة. من جانبه أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت سابق أنه تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التهدئة بتقصي الأوضاع في لواء العمالقة وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة. وحث المبعوث الأممي في بيان صحفي على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية. وشدد البيان على تقوية عمل اللجان المحلية والبدء بمحافظة تعز كنموذج بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بصورة دائمة. يشمل مقترحات الفريقين يبني على صعيد متصل، جددت دول مجلس التعاون الخليجي مواقفها الداعمة لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في إنجاح مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت. إلى ذلك عقد اجتماع مشترك لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي والمبعوث الأممي ولد الشيخ وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في قصر بيان بالكويت. وقالت وكالة الأنباء سبا إن المخلافي بحث آليات معالجة كافة الخروقات والخطوات العملية التي تسمح بتوفير الضمانات كمدخل آمن للسلام. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار، وبداية ما الذي خرجت به جلسة المشاورات الصباحية؟ هل تم التوصل لأي نقاط التقاء؟ نعم، في حقيقة الأمر أن اللقاء طبعا يأتي بعد 3 أيام من تعليق المشاورات من قبل الجانب الحكومي بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية. نعم. وتصعيدها الخطير على أرض الواقع. ما حصل اليوم هو مناقشة الإطار العام للمشاورات وكذلك آلية الدخول في القضايا الأساسية التي جاء الوفد الحكومي من أجلها، وهي الانسحاب من العواصم وتسليم أسلحة الميليشيات الانقلابية وعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء. بالتالي تم أولا إقرار المرجعيات الثلاث، المرجعيات التي تم الاتفاق عليها وهي مخرجات الحوار الوطني وكذلك القرار الدولي 2216 وايضا القرارات الدوليه ذات الصله. بالتالي تم اقرار هذه المرجعيات، ولكن يتفاجا الجميع ان الميليشيات الانقلابيه في ذات الوقت وفي ذات الجلسه ينقلبون على ما تم الاتفاق عليه مسبقا من تشكيل لجان لاطلاق سراح المعتقلين وغيرها من القضايا المتصله باسس بناء ثقه. سيد مختار، هل برروا هذا الانقلاب؟ هل أبدوا أسباب عدم موافقتهم؟ طبعا هم لا يبررون، ولكن إنما هم يماطلون ويدخلون في قضايا جانبية ويدخلون في قضايا أخرى لتميع القضية الأساسية. مثلا يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعودة الحوار السياسي في حين ما زالوا يتشبثون بالسلاح، ما زالوا يتشبثون بأماكنهم في عواصم المحافظات، في حين ما يزال اختراقاتهم المتواصلة على مدينة تعز وعلى شبوة والبيضاء والجوف ومارب. بالتالي هم يدخلون قضية بجوار قضية أخرى لتميع القضية الأساسية، وهذا هو دأبهم في كل الحوارات وفي كل الجولات السابقة. نعم سيد مختار، ما هي الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي للحل ورفضها وفد الحوثي وصالح كما تحدثت الأنباء؟
هو تقدم طبعا تقدم بأن يتم تشكيل لجان، لجان يتم أولا اللجنة الأساسية ولجنة التهدئة الأساسية يتم يعني إعطائها مزيد من الصلاحيات داخل الميدان، وكذلك تشكيل لجان لسحب الأسلحة وما إلى ذلك من اللجان للخمسة القضايا. طبعا تم رفض هذه المقترحات من قبل الميليشيات الانقلابية لأنهم لا يريدون الدخول في صلب القضايا الميدانية، إنما يريدون الحديث عن الإطار العام وعن القضايا السياسية في الكويت، ويريدون أن يكون هناك انفصال واضح عن الميدان. نعم، إذن مختار الرحبي الصحفي المرافق للوفد الحكومي في مشاورات الكويت، شكرا جزيلا لك. وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي بالأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعدد من قيادات الحزب. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد بحث هادي مع قيادات الحزب في الرياض التطورات السياسية المتصلة بمشاورات الكويت ونية الحكومة في تحقيق السلام برغم عدم جدية الانقلابيين، وذلك من خلال تحركاتهم على الأرض وأعمالهم التصعيدية التي تنسف تلك الجهود. من جانبه، أكد أمين عام الحزب عبد الرحمن سقاف موقف الاشتراكي الداعم لشرعية الحكومة والرئيس هادي. ميدانيا، تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجوم شنته الميليشيا على مواقعها في لاقروث بمحافظة تعز. وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا قصفت من أماكن تمركزها في الخلل وجبل الرضعة مواقع الجيش والمقاومة في منطقة النجادي والشقب، وتصدت المقاومة لهجوم الميليشيا ودارت اشتباكات عنيفة في عدد من المواقع بلاقروث. وفي السياق ذاته، زار محافظ تعز علي المعمري جبهة حيفان برفقة العميد يوسف الشراجي قائد محور تعز لأول مرة منذ قرار تعيينه محافظا للمحافظة. وقال المعمري إن 30 قذيفة سقطت على حيفان، مشيرا إلى أن الميليشيا تريد الانتقام من أبناء المديرية لأنها مثلت منطلقا للمعرفة والاقتصاد. كثير من اليمنيين اليوم يريد هؤلاء الانقلابيين ان ياتوا الى هنا ليطفئوا هذه المشاعل. نقول لهم ان هذه الوجوه قادره باذن الله ان تهزمهم، وهي هازم يعني ستهزمهم باذن الله. النصر قريب باذن الله، النصر صبر ساعه. انتم من يعول عليكم في هزيمه هذا المشروع، هذا المشروع الظلامي، المشروع المتخلف، المشروع الذي جاء ضدا على مشروع ابناء هذه المنطقه، ابناء هذه المنطقه، ابناء حيفان مثل ما قلت، يعني اعلام في كل مجال، في مجال العلم والاقتصاد والثقافه والاعلام، ما من مجال الا وابناء حيفان هم قاده واعلام في كل مجالات الحياه. هؤلاء الذين اصحاب مشاريع الموت. وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وما هي اخر التطورات في مواجهه الاقروث فواز؟ نعم، الأقروض شهدت مواجهات عنيفة جدا مستمرة منذ 3 أيام تقريبا، حيث تشن الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفا عنيفا على مواقع الجيش الوطني في مناطق النجادية الشرقي ومنطقة العاديات من أماكن تمركزها في منطقة الخلل وأيضا في جبل الشجرة والرضعة ومناطق حبور، ويشمل القصف مناطق سكانية إلى جانب قصف مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا محاولات للميليشيات للتقدم والهجوم على بعض المواقع لمحاولة السيطرة عليها، لكن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتمكنون على الأقل حتى الآن من إفشال كل المحاولات التي تقوم بها الميليشيات للتقدم والسيطرة على أي من مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ايضا تعزيزات الميليشيات الحوثيه والمخلوع الى جبهه الاقروض تستمر، حيث وصلت اليوم بحسب بعض المصادر 3 مدرعات للميليشيات في هذه الجبهه، اضافه الى عدد من الافراد وكميات كبيره من الذخيره. قياده الجيش الوطني في هذه الجبهه تقول ان تعزيزات الميليشيات في هذه الجبهه ينبئ عن شيء كبير قد تخطط له الميليشيات خلال الساعات والايام القادمه. نعم فواز، إذن ماذا عن المصراخ والوزعية؟
هذا بالنسبة لجبهة الأقروب، واللي هي أصلا تتبع مديرية المسراخ، هي عزلة من عزل مديرية المسراخ لكنها تبعد مسافة قريبة من مركز مديرية المسراخ. أيضا في الضباب ووصلت تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية من مدينة الحديدة وترابط حاليا في منطقة الربيعي وأيضا في مناطق قريبة من مقر اللواء 35 مدرع. كذلك شهد عدد من أفراد الميليشيات يقومون بزرع الألغام في مناطق الصياحي والشيخ سعيد ومنطقة ماتع على مدخل مديرية الربيعي، وهي المنطقة التي انفجر فيها لغم في حافلة تقل ركاب مدنيين قبل أيام في هذه المنطقة بالتحديد. نعم، إذن فواز الحمادي مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. في محافظة لاحج تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في الجبهة الغربية بمناطق الصبيحة في المضاربة. وقالت مصادر في المقاومة إن الميليشيا شنت هجوما عنيفا بقذائف الدبابات والهاون على منطقتي المجر بالأغبرة وحدود المشاولة المحاذية للوازعية وأحياء سكنية مجاورة. وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة والميليشيا على الحدود الغربية الشمالية المحاذية للوازعية. أقامت المنظمة الوطنية للتنمية البشرية في مدينة تعز معرض صور للمعتقلين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال رئيس المنظمة محمد النقيب إن الفعالية تأتي في إطار إبراز صور وأسماء المخفيين ومن يتعرضون للتعذيب والممارسات اللا إنسانية. وإن فصلتهم عن بعضهم الجدران وأبعدتهم السجون، فهم هنا في لوحة واحدة وتحت أعين من يتمنون رؤيتهم من جديد. يقف الأهالي وسط مدينة تعز إلى جوار العشرات من صور السجناء الذين لا يعرفون عنهم الكثير، مدققين في ملامحهم التي يثقون أنها تغيرت كثيرا بفعل الظلم والظلام. ووفقا للقائمين على المعرض المفتوح الذي تشهده المدينة المحاصرة، فإن الهدف منه تذكير من هم خارج أسوار السجن بمن هم داخله. المنظمة من خلال هذه الفعاليات إلى جعل قضية المخفيين قسرا والمعذبين ضمن قائمة أولويات المتشاورين في الكويت، وتجعل منها قضية رأي عام تنال الأهمية والأولوية. ويعتقد زوار المعرض أنه لا حوار ولا مشاورات يمكن لها أن تنجح قبل أن تنزل هذه الصور من أماكنها، ولن تنزل إلا بأيدي أصحابها أو هكذا يتمنون وهم يرونها أمامهم كل يوم. وفي البيضاء أصيب مدنيان في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ كاتيوشا على مواقع عدة في المحافظة. وقال مصدر في المقاومة إن الميليشيا واصلت خرقها للتهدئة بقصف مواقع المقاومة في مديرية الزاهر بأكثر من 10 صواريخ. إلى ذلك أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب أن ميليشيا الحوثي واصلت خرق الهدنة وقصفت مواقع الجيش والمقاومة في مناطق صرواح وهيلان والمجيح. وقالت المصادر إن القصف تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة حباب غربية صرواح قادمة من العاصمة صنعاء. وفي سياق متصل لقي نحو 10 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهة عنيفة إثر هجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش والمقاومة في محافظة الضالع. وقال مراسل قناة بلقيس أن الميليشيا حاولت التقدم باتجاه مريس ما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة بين الطرفين. حقيقة واحدة تعلنها بوضوح هذه الأصوات، ألا هدنة على الأرض في محافظة الضالع. كان على هؤلاء الدفاع عن أرضهم ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع، فمنذ الدقائق الأولى لإعلان الهدنة أقدمت الميليشيا كالعادة على خرقها ولم تلتزم بوقف إطلاق النار كما يقول المقاومون في الميدان. طبعا لا توجد هنا اخترقوا الهدنة من حين ولادتها، من الدقائق الأولى توجد اختراقات من طرف الحوثي. فيما يستمر عداد خرق الهدنة بالتصاعد، يحرص المقاتلون هنا على صد أي هجوم تشنه ميليشيا الحوثي والمخلوع.
هذه الأخيرة ما تزال مصممة على التقدم نحو موريس، المكان الأحتى مقاومة في الضالع، والذي لم يستطع الحوثيون حتى اليوم اختراقه بكامل عتادهم، وهم يخفقون في كل مرة يحاولون فيها التقدم نحوها. ففي آخر محاولة لهم، لقي 10 من عناصر ميليشيا الحوثي المخلوع مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات عنيفة إثر هجوم للميليشيا على مواقع الجيش والمقاومة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، فيما جرح 3 من أفراد المقاومة. الميليشيا قامت أيضا بقصف عنيف وعشوائي على جبهة حمك في المحافظة. بأنهم يطلقون علينا، يعني هذا قذائف بي ام بي الذي صنعها الأمريكا ضد الدروع ويقضوها على الأفراد، ولكن ما تهزك ريح يا هذا الجبل، ما يهزونا ولا يأثروا فينا. ثابتون هم، يمضون بخطوات حذرة أحيانا وجريئة في كثير من الأحيان، وحين يصوبون أسلحتهم تكون النتيجة إما النصر أو النصر، ولا ثالث لذلك. وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف من الضالع مراسلنا محمد المريسي. مرحبا بك محمد، وما هي آخر تطورات المواجهات بين الميليشيا وقوات الجيش الوطني والمقاومة في الضالع؟ نعم، مرحبا أمل. نعم، تجددت المواجهات أمس الليل بين المقاومة الشعبية مسهودة من الجيش الوطني، وايضا بين الميليشيات الحوثيه وصالح، اثر محاوله هجوم شنته الميليشيات متجهه من العفاف ومن جبل التهامي، محاوله الدخول الى منطقه مريس عبر منطقه شعيش الواقعه بين العفاف ودمك. ايضا ليس هذا هو الاختراق الاول، ولا عشرات الاختراقات التي حاولت الميليشيات منذ هذه الفتره او منذ اعلان وقت اطلاق النار، حيث امس شن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى مريس أو على مواقع المقاومة. المقاومة أيضا، وأكد أيضا مصدر ميداني في المقاومة، أن المقاومة في جبهة مريس لن تقف مكتوفة الأيادي أمام استمرار خروقات الميليشيات الإنقلابية. فسقط حد مصادر وأيضا مصادر من مدينة دمك أنهم شاهدوا جثث دخلت مستشفى أو جرحى، وجثث دخلت مستشفى العودي في مدينة دمك، كذلك أيضا جرحى من المقاومة، وواحدا منهم في حالة خطيرة أصيب بطلقة نارية في الرأس. نعم، إذا مراسلنا في الضالع محمد المريسي، شكرا جزيلا لك. نفذ موظفو مؤسسة الثورة للصحافة وقفة احتجاجية ضد التصرفات التعسفية التي تنتهجها إدارة المؤسسة المعينة من قبل ميليشيا الحوثي، وطالب الموظفون المحتجون بإيقاف الإقصاء الممنهج ضد كوادر المؤسسة والعبث بإيراداتها وتسخيرها للمصلحة الشخصية ومحاسبة الفاسدين عن مصير ملايين الريالات. كأنه ذات المشهد في ثورة فبراير، نفس كلمة ارحل ولنفس الأسباب تقال، فساد وإقصاء وتهميش وجان واحد وإن اختلفت أدواته. المؤسسات والمرافق الحكومية تعمها الفوضى، واحتجاجات واعتصامات يقوم بها الموظفون والعاملون بعد أن ضاقوا ذرعا من سلوكيات عناصر الميليشيا التي لم تكتفي بنهب الدولة لتصادر حتى مستحقات العاملين. من مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر هذه المرة وقفة احتجاجية يندد فيها الصحفيون والعاملون من موجة إجراءات تعسفية ممنهجة ومتعمدة وفق أسس مناطقية يقوم بها النائب المالي المعين من قبل الميليشيا حد قولهم. ما يجري في المؤسسة نموذج لا يحكي حال الإعلام والوسائل الإعلامية فقط، بل حال بلد بأكمله. فمنذ سيطرة الميليشيا على الدولة ومؤسساتها، شرعت في تحويلها إلى إقطاعيات خاصة بها، تستغل سلطتها وتسخر الموارد لتمويل حروبها الداخلية ولإثراء قادتها على حساب تجويع ملايين اليمنيين.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشاركين في محادثات السلام في الكويت إلى مساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا الحرب في اليمن. قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك أنه من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية مع وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجنى ومساعدة الضحايا. وأضاف ستورك أنه طال انتظار ضحايا اليمن للعدالة الحقيقية فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضدهم، داعيا الأطراف المجتمعة على مائدة التفاوض إلى الالتزام بضمان التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالانطلاق الرسمي لآلية الأمم المتحدة للتفتيش ومقرها جيبوتي بناء على طلب من الحكومة اليمنية. وقال مون إن الآلية أنشئت لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك أكد أن تفتيش الشحنات التجارية البحرية بدأ الاثنين الماضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويل عملية التفتيش. نفذ عدد من عمال وموظفي ميناء عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وطالب المحتجون بإنقاذ الميناء من الفساد المستشري وإعادة تأهيل دوائره المتضررة من الحرب. تحت شعار بإنقاذ الميناء تتحرر عدن، دعت نقابة عمال ميناء عدن إلى وقفة احتجاجية نفذت أمام مبنى محافظة عدن ورفعت فيها عدة مطالبات إلى قيادة السلطة المحلية. نطلب من السلطة المحلية واحد تشكيل لجنة لاكتثاث الفساد، معرفة مصادر ميناء عدن إلى أين تذهب، محاسبة الفاسدين وإصلاح الفساد الإداري في صدارة المطالب الواردة في البيان الصادر عن النقابة والتي رفعها العمال المحتجون، كما رفعت مطالب أخرى متعلقة بنقص الآليات والمعدات ما يهدد بتوقف الميناء. أساس الميناء هي هذه التيجان خاطرات تسمى، ولا بد من شرائها، كلها عاطلة ما عدا قطعة واحدة معرضة لأي لحظة بالوقوف، والإدارة تقوم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار تاج من مصافي البريقة رغم أنه دخلنا كبير ومعروف. الميناء التاريخي بمرافقه المختلفة، ميناء الحاويات بكالتكس والميناء التجاري بالمعلى، يستقبل قرابة 50 مركبا في الأسبوع وتبلغ إيراداته اليومية قرابة 100 مليون ريال. هذا الرقم الضئيل بالنظر إلى إمكانيات الميناء ومكانته يؤمل أن يرتفع ليعيد لعدن نشاطها التجاري ومكانتها الاقتصادية العريقة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تعثر في جلسة المشاورات الصباحية في الكويت ووفد الميليشيا يرفض تشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين. خروقات مستمرة للميليشيا في تعز ومأرب وتجدد الاشتباكات في لحج. قتلى وجرحى من الميليشيا في مواجهة مع قوات الجيش والمقاومة في الضالع. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.